ليس الرونق الجمالي وحده ما يبعث الدهشة في الطراز المعماري اليافعي، بل ما يصاحبه من قيمة عمرانية مشبعة بتفاصيل وعراقة التاريخ. لم تؤثر النهضة العمرانية الحديثة على طبيعة الطراز المعماري اليافعي الذي مزج بين هواية الصنعة والهوية بما يرضي الذائقة الجمالية، مبرهناً على مهارة الصناع في إبداع الفنون وتطويعها باحتراف بديع. الطراز المعماري اليافعي هو فن من الفنون الشعبية المتوارثة بين أبناء يافع جيلاً بعد جيل، لهم فنونهم المختلفة. من هذه الفنون فن المعمار الذي يتميز عن غيره من أنواع المعمار الأخرى في جنوب الجزيرة العربية. الفن المعماري ما يزال محافظين عليه منذ زمان أباً عن جد، وإلى الآن الناس محتفظين في هذه التراث القديم. يتكون هنا المباني من 3 دور 4 دور، معك هذا 4 دور، يتكون من 3 غرف في الطابق الواحد. التراث العمراني اليافعي بمختلف مكوناته المادية أضاف قيمة سياحية مستدامة لما يختزله من مآثر تاريخية ما تزال تحتفظ بصبغتها القديمة وهي في أحضان الحداثة. التصاميم الهندسية في البناء اليافعي كأنما تتدفق بها روح إلهام خالدة عبر الزمن، فما يزال فيضها الإبداعي ينبع من كل جنباتها وزواياها، لم يخفت وهجه على تطاول الدهور وامتداد الأزمان. هذه الحصون والصروح المشيدة هنا وإن بدت مشدودة البنيان في ثبات، إلا أن فيها روحاً تسري تحكي حياة وعادات وتقاليد ذاك الإنسان الذي سكن هذه المنطقة منذ القدم وغلب قسوة الطبيعة حتى لانت صخورها ودانت له شواهقها. للأسف في آثار كانها قديمة وحصون حميرية كثيرة اندثرت ما حد قامها. انتقد في كل قرى أو 3 قرى حصن حميري وأسماء حميرية ولهم لهجة حميرية، أما بيتهم فهي ما زال على التراث الحميري القديم، فهي تمتاز بالشرافات، يعني هكذا طراز الحميري هكذا يميزون أنفسهم كأنهم من حمير، لهم نقش لحالهم، ما زالوا يحافظون على هذا المكان. نحت الصخور الصلبة وبناء القصور وتشييد القلاع والحصون المنيعة المنتشرة في قمم جبال يافع، كل ذلك يجسد مظهرها الأثري
وفنونها المعمارية المنقوشة في جدران الزمن. العمل بيبدأ أول حاجة بعمل كمبريشن تفجير، ننزل الحيط لهنا، وبعدين دي الكمبريشن نقطع قطع بغال بشكل بقول لها حجرة. بعدين بيجي أي واحد مثل بتقول مقاول أو ذا بينقلها ببابور ولا بسيارة ولا حاجة. وبعدين العمل الثاني هو شغل المبني، إذا الباني عنده ميشار وتوقيس، وبعدين يعمل بناء البيوت. أولاً يقوم هذا الفن معمار اليافعي على مبدأ البناء بالأحجار الصلبة المنحوتة من جبال يافع، وعندنا مثل في يافع يقول ما يبني البيت إلا حجرة واديه. فعادة تشتق أو تنحت الأحجار من نسميها مناقيش أو مقاليع، أماكن استخراج الأحجار في الجبال في الأماكن المجاورة للبيوت التي يراد بناؤها. تنحت هذه الأحجار وتقطع بأحكام محددة تتجانس بعضها مع بعض. بدأنا بالنحت على الصخور من الحجر الصلبة، الحجر الصلبة هي قوية، عرفنا ما تأثر هنا في حجر صلبة صخرة مثل ما تأثر ملوحة ولا رطوبة بتدخل بها، ولا يكون على الطابق 4 متر، له 6 غرف الطابق، 6 غرف ولا صالة، وبي 5 غرف ولا صالة، وحمامات كل غرفة لازم لها حمام، وسقف صبة مسلح يكون. هذا البناء الحديث الصخور. البناء الحجر نعتبرها احنا انها ضرورية لانها افضل من البلوك، وثاني حاجة هي تعتبر ديغال تراث يافع. ايه احنا ما نستغني عن الحجر، احنا خاصه بذاتها اليافع ما نستغني عن الحجر وبناء الحجر. يعتبر عمل فني، الحجره لازم تكون طراز واحد، مثل ما تقول حاجه لازم لونها ماشي زي البناء الماضي. الان هو افضل، الحين افضل من البناء الماضي. يمتاز الفن المعماري اليافعي عن كثير من الفنون المعمارية الحجرية التقليدية من حيث تقنية البناء وإمكاناته المتمثلة في رفع طبقات البناء لتصل إلى 7 أدوار جميع سقوفها حجرية، ما يجعل منه نموذجاً فريداً وأكثر تعقيداً في تصاميمه الهندسية الفنية العميقة. يقوم بناء الجدار البناء على طبقتين، داخلية وتسمى البطانة وخارجية تسمى الظهارة، وكلا الطبقتين من الأحجار الصلبة. تمتد يعني أو سمك هذا الجدار المتماك لهذا الجدار يعني يتفاوت بين 60 إلى 80، أحيانا يزيد على 100 سنتيمتر، ما يشير إلى متانة الجدار في الأبنية اليافعية، وهو الذي يؤدي إلى صمودها وبقائها لمئات السنين. وكانوا يقومون بالربط بين الأحجار بأحجار أصغر منها تنحت أو تقص بطرق بديعة، يعني تغلق بها كل المسامات أو الفراغات التي يمكن أن تكون بين الأحجار، وتسمى هذه بالمياضير. وطين الأرض في يافع طين من النوع اللزق الصلب إذا 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 يبس، فكانوا يضعون هذا يسمونه باللهجة الدارجة الخلب أو الطين اللازب أو الطين اللزق بالماء، يضعونه بين الأحجار وفي الوسط بين الطهارة والبطانة، مما يؤدي إلى التماسك القوي للأحجار، وهو من وجهة نظري يعني أقوى وأبعد أثرا وأشد متانة من الأسمنت، لأن الأسمنت يتحول إلى تراب في غضون 50 إلى 60 عاماً،
بينما مادة الخلب بين قوسين أو الطين اللزج الممزوج بالماء يدوم لمئات السنين ولا يذهب أثره. هذا وأحيانا كثير من البيوت كانت تبنى بدون طين ومع ذلك تدوم وتبقى، يسمونها بناء الريش، بمعنى أنها أحجار بحتة. البيت اليافعي يعتمد على التقسيم إلى حجرات. الغالب خاصة البيوت القديمة كان البيت يقسم الطابق الأول إلى حجرتين، حجرة واسعة تسمى المنزلة وحجرة مجاورة لها تسمى المسرى أو المجنب، والمنزلة كان فيها طبعا نزول الضيفان واستقبالهم، وفي أسفلها تجد الحجرة صغيرة يسمونها الخلة كانت كالمخزان، وسقفها مثل غرفة النوم يعني مصطبة مرتفعة يصعد إليها عبر يعني درج صغير يضعونه في الجدار يسمونها الهدة، وإلى جوارها حمام يسمونه المطهر للغسل، أحيانا يستخدمونه مخزنا. المسرى أو المجنب غرفة صغيرة عادة هي للنوم، إلى جوارها سرداب صغير يدخل من عتبة جانبية، تجد الدرج الطوابق العليا وتحت الدرج غرفة صغيرة يسمونها الدوجل، وعادة تسمى يعني أو الدوجلي أو الدوجلي تختلف تسميتها من مكان إلى آخر في يافع، تكون عادة مستودعا أو مخزنا للبيت توضع فيه الحبوب. ثم الطابق الثاني يصعد إليه بدرج ويكون مدماك الدرج قويا متينا واسعا، والطابق الثاني تجد فيه فوق المنزلة مباشرة غرفة يسمونها المفرش، فتكون إما للنوم أو لاستقبال الضيفان أو لاجتماع الأسرة، وإلى جوارها المسرى أو المجنب وهو غرفة نوم، وهكذا بقية الطوابق الأخرى. الدرج عادة مع الالتواءات والانعطافات الدرج تجد العناية بالعقود الحجرية البديعة، كانوا يعتمدون أيضا على الأخشاب أشجار العلب السدر، وكان النجارون ينحتونها نحتا بديعا ويزخرفونها، وكانوا يسقفون كل حجرة منها بحجر أملس مستطيل يسمونها الصلاءة أو الصلاء، فكانوا يربطون كل صلاءة وهي قطعة من الحجر السميك بين خشبة وأخرى. ولو لاحظنا سنجد أن خشب السدر من الأخشاب المعمرة التي لا تؤثر فيها الأرضة فتدوم لمئات السنين ولا تتأثر، وأيضا الصلاء لا يتأثر أيضا بحكم صلابته وسماكته وترابط بعضه مع بعض. قديما قبل زمن الأسمنت كانوا بعد ذلك يربطون بين الصلاء بالطين الممزوج بالماء نسميه الخلب، كانوا يضعونه ويضعون معه بعض الحشائش أو القش أو القصب حتى يتماسك ويقوى، ثم هكذا طابقا بعد طابق. فكانوا يستخدمون للدرج أيضا أخشاب شجرة يسمونها المضاض، وهي خشبة قوية مع صغرها إلا أنها قوية ولا تستطيع الأرضة أن تؤثر فيها أو أن تأكلها. طبعا في العصر الحديث اختلف الوضع، دخلت الأبنية الإسمنتية وبناء المسلح في التكوين الداخلي للبيت، كذلك الأخشاب المستوردة التي لا تدوم طويلا دخلت وحلت محل هذه الأنواع القديمة. ثلاثة أبيام خشب كبيرة وصلحنا فوقها خشب صغيرة وجبنا صلاة بنسقف بدل صبة، صلاة الطوق لازم فوق طوق خشب تكون فوق طوق من داخل ويكون عقد. البناء القديم كانت الدرج غير المسلح، كان الدرج على عقود، يعني كانت تميز بعقود بكل لفة فيها يكون عقد وفيها سقف صلاة اللي هي الدرج. والحين التغيت هذا الشيء، لغيت للأسف الشديد كله مسلح، والمسلح لغيت بالنسبة من الداخل،
إلا في ناس من يعني تشابه بالبناء الأول، قليل اللي تشبهوا فيه. كعروس تتهيأ لحفل راقص، تتزين جميع مباني يافع من الخارج بحزام جميل يلتف حولها، مميزاً بين طوابق البناء المكتملة الجمال بتلك التيجان المكللة لأسطح المباني السامقة. ثم كان البيت اليافعي يقسم إلى طوابق وإلى حجرات، كل طابق يفصله عن الطابق الآخر أحجاراً بيضاء تسمى المرو. هذه الأحجار يعني توضع بتشكيلة هندسية زخرفية بديعة، وعندما يراها الرائي من الخارج يعرف أن هذه نهاية الطابق وبداية الطابق الذي فوقه. فكانوا يفصلون كل طابق من طوابق البيت عن الآخر بأحجار المرو البيضاء، أحجار الصوان المعروفة. الآن في هذا العصر استبدل الناس أحجار الصوان، أحجار المرو، استبدلوها بخطوط النورة البيضاء أو الطلاء الأبيض، فيضعون للبيت أحزمة الطابق الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا. وبعضهم اتخذ خاصة الآن في السنوات الأخيرة يضعون أحجارا بلون معين ثم يفصلون بين طابق وآخر بأحجار مغايرة بلون مغاير كاللون الأسود مثلا أو اللون القاتم. فها يعني تعددت الأساليب إلا أنها تدور في فلك واحد وفي طراز واحد. العمارة اليافعية بأبوابها، لأن أبوابها كلها خشب، ما في الأبنية الجديدة دخلت فيها الحديد السلل زي هذه وغير السلل، لكن القديمة لا، كلها هي من الخشب والطوق المميزة والنقوش الحميرية. كان كل دور يفرق عن دور بالمرو قبل لا يكون الرنج الأبيض هذا اللي يصبنا الحزام، كان في مرو أبيض يحطونه، هذا دلالة على انتهاء الدور الأول ويباشروا بالدور الثاني. وما يميز البناء اليافعي التشاريف، هو التتويج، التاج أو التشريف، التشريف والتتويج هي كلمة بمعنى تدل على الشرف، على التتويج بعض يعني من الباني البناء المعماري لصاحب البيت، تشريف هذا في النهاية تكون تتويج البيت وتشريفه. أولاً طراز يافع واحد يعني يعرف بين الأمم، هذا واحد. ثانياً إنها كان عنده مهندس حمير، هذا بيمتص الصواعق، شرف تمتص الصواعق لأن أرض جبلية مرتفعة، هو يعني يمتص الصواعق قدر الإمكان، عندما تضرب صاعقة في الأمطار عندنا موسم الأمطار يعني تمتص هذا أو تندق هي، يعني تحافظ كثير على البيت. يعني الزوايا تسمى عند أهل يافع التشاريف، هذه التشاريف، وتكون التشاريف إذا طلع البيت يعني من فوق ثلاثة دور مش من تحت، هذا التشاريف تمتاز يعني تحميه من الصواعق، ثم نهاية الدار قدام أهل يافع يعني نهاية البناء، إذا شفت التشاريف هو نهاية البناء ما يطلع فوقه خلاص. منذ القدم اشتهر أهل يافع بتزيين واجهات منازلهم بالزخارف الحجرية، كما تزين من الداخل بالنقوش المحفورة على أخشاب السقوف لتكتمل روعة المظهر. النقش بالحجار كان وتزيين البيت فعلا هي لها أشياء، كانت ينقش بالمرو في مثلثات في دوائر بأشكال هندسية إلى التشاريف. المرو ذا كان بيكون الخط اللي يفصل الدور يعني بدل الحزام الأبيض اللي بيسوي الحين، وكانت نقوش النقمة الداودية برضه في نقوش بتكون بشكل دائرة ولها رسمات خاصة،
وما يميز يافع وبناء يافع وطوق البيوت وأبوابها وهندستها حتى في أشكال الطاقة نفسها النوافذ الشبابيك. قال لها حجم معروف في يافع ما يتغير من مكان إلى آخر، من نفس الشجرة نفس البوابات من العلب للسمر وطابرة من القرض من الأشكال هذه اللي هي مدروسة على صمودها. وكانت تميز برضو بالأبواب نفس الأشكال، ولهم رسمات بيافع كلها متشابهة ما يتفرق إلا في رسمة بسيطة، يعني من بيت إلى بيت بشكل بسيط جدا تتغير الرسمة من الاتجاه تكون في هذا الشكل لا تكون بالشكل، أما هي نفسها بس تتغير من اليسار إلى اليمين فقط. ايضا مما يتميز به المعمار اليافعي منافذ التهويه. قديما عندما كانت يعني في العهد القبلي، عندما كانت الحروب القبليه مستعره بين القبائل، كانوا يعمدون الى تصغير حجم النوافذ، وبعض الواجهات كانوا يضعون فيها فتحات صغيره للتهويه يسمونها اللهج او اللهوج الجمع، وتقوم على التهويه للداخل مع عدم قدره الخصم مثلا على اطلاق النار وإصابة من في داخل الحصن أو الدار. في العصر الحديث، في العصر الحالي اختلف الوضع، وصارت النوافذ تبنى بأشكال هندسية جميلة وبديعة مع احتفاظها بالطابع العام للمعمار اليافعي. استخدم أهل يافع في عمارتهم الفكر الخلاق في التصميم بحذق متأصل، فرصفت سواعدهم ناطحات لا تزال شاهدة على حضارة عريقة ومعبرة عن هويتها الحاصلة على الامتياز في مجال التطوير الحضاري، مع الاحتفاظ بقيمتها الناطقة بآيات الإبداع والجمال. من جماليات الصنعة اللافتة للنظر في يافع انتشار تلك الحصون على قمم جبالها، وهي عبارة عن مبان حجرية دائرية لها مدخل واحد وفيها فتحات صغيرة لوضع فوهة السلاح. وقد كان شرط بناء تلك الحصون المنيعة ألا يغيب حصن عن الآخر على مستوى يافع بأكملها. المعمار اليافعي ليس مجرد طراز أو نمط يتشكل، بل هو واجهة وقيمة معمارية يمتاز بها أهالي يافع، كانت مصدر جذب وإلهام. إنها العمارة اليافعية التي تبعث الدهشة بقيمها الجمالية وتنوع أنساقها الشامخة إلى صفحة السماء. ارتبطت العمارة اليافعية بثقافة المجتمع وحضارته، فالبناء اليافعي تميز بمراعاة الظروف والعادات الاجتماعية والتأقلم معها ومع طبيعة المناخ، وهو أسلوب في المعمار شاع في اليمن كشاهد على حضارة عريقة.